نبدأ جولتنا الفنية مشاهدينا بالمغني والمنتج الفرنسي ذو الأصول الجزائرية دي جي سنيك، اللي دايما يواصل حفلاته وجولاته الفنية عبر العالم، وهذه المرة الوجهة كانت هي الهند، وين متع الجمهور الهندي بمجموعة من الأغاني وسط حفل غنائي كبير حضره جمهور ضخم. أكيد أيضا الجمهور الهندي كانوا على مسامع مع الموسيقى الجزائرية، وين سمعهم أغنية ديسكو مغرب. يلا خليكم مع هذه الصور. نبقاو دائما مع الفنان العالمي دي جي سنيك، ونشرف ونصور عليه بقميص المنتخب الوطني المستوحى من فسيفساء الزليج الجزائري. هذا الخرجة كانت جات بعد قبل خرجة أخرى، ونخرج أيضا بقميص جزائري، وهذا للشركة العالمية للملابس أديداس، هو الشيء اللي أثر جدل واسع. أين طلبت وزارة الثقافة المغربية أو بعثت إنذار قضائي طلبت فيه تسوية هذا الوضعية، وأنسبت أن هذه التصاميم هي ذات أصول مغربية، لكن الرد جاء من شركة أديداس العالمية اللي قالت أن هذه التصاميم هي ذات أصول جزائرية، بالضبط من مدينة تلمسان بقصر المشور. لنتابع هذه الصور. الشركة العالمية لأديداس كانت وصلت لتسوية حول هذا الوضع، وين أيضا قالت بأن هذا الجدل الواسع دائما ما بين ثقافة الشعبين الشقيقين هو أمر مؤسف للغاية.